والله عندنا أهم حاجة الدين الإسلامي، وننشر الدين الإسلامي أكتر بوعي، عشان دلوقتي تقريبا الفكر المتطرف دلوقتي ملى عقول الشباب أو دلوقتي منتشر جدا، فاحنا نقدر يعني بنشر الدين الإسلامي أكتر وبوعي أكتر، يعني مثلا المشايخ، الجوامع، وبرضو عن طريق الإعلام والسوشيال ميديا أكتر، لأن دلوقتي الشباب دلوقتي منطلق بسرعة الصاروخ ناحية السوشيال ميديا، فأكيد لازم العالم كله يتجه نحو مثلا السوشيال ميديا ونشوف حل للكلام ده. الإعلام مثلا خلال التلفزيون، الإذاعة، الراديو مثلا، وكمان زي ما قلت لك السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دلوقتي الشباب كله متجه السوشيال ميديا، التلفزيون خلاص ما بقالوش يعني لازمة دلوقتي، ممكن مثلا 20% بيتفرجوا على التلفزيون، لكن دلوقتي السوشيال ميديا هي اللي مخترق العالم كله. فكرة التطرف أو الإرهاب أو الفكر المتطرف، ما أعرفش هم جايبين الحاجات دي منين أو ليه أو بيسوقوها ليه، يعني مش عارف. يعني الناس اللي بتموت مثلا بلا اي ذنب، يعني عندنا في مصر حصل حادث ارهابي بقلب مسجد والناس بتصلي صلاه الجمعه، طب ده لا يرضي لا دين ولا يعني لا يرضي لا مسلمين ولا يهود ولا نصارى حتى، فهم منين جابوا الافكار دي؟ ما بعرف. ربنا يهديه ويفكر بس يعني بالاسلام، يعني او منين هو جاب هالافكار، لان ربنا اكيد ربنا ما قالش على الافكار دي، يعني لا ربنا ولا الدين الإسلامي ولا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال الحاجات دي، فأكيد غلط.